احنا بسم الله نبتدي على بركة الله. واحنا اخر شيء اخذنا الرينولد نمبر، وقلنا الرينولد نمبر هو رقم باسم احد العلماء العالم اسمه رينولد، اللي هو يميز لي نوع الجريان. احنا عندنا ثلاث انواع من الجريان، هل هو لامينر يعني طباقي، او ترانزيشن اللي هو انتقالي بين اللامينر والتيربلنت. واللامينار عندنا اقل من 2000 او 2300 حسب التطبيقات، راح نعتبره لامينار. اكثر من 4000 راح يكون هو تيربلنت، بين ال 2000 او 2300 وال 4000 هو الترانزيشن. منطقة الترانزيشن منطقة يعني قليلة جدا، فاحنا بالحل نحسبها على احدى الطرفين، لو نحسبها لامينار او نحسبها تيربلنت. لكن في اكثر الاحيان احنا منطقة الترانزيشن نعتبرها من منطقة التيربلنت، على مود احنا نكون بالسيف سايد بالحسابات. بالنسبة للرينولد نمبر، رينولد نمبر هو عبارة عن رقم لا بعدي. شيء يمثل لي؟ يمثل لي الانيشيا فورس على الفيسكوس فورس. يعني اذا اردنا نحسبه بالمعادله، فاكو عندنا معادلتين، الاولى انه هي رو في في الدي على الميو، الكثافه في سرعه الفلويد اللي هي الافريج فيلوسيتي داخل الدكت، والدي هو الهايدروليك دايامتر على الديناميك فيسكوسيتي. احنا نعرف انه الميو على الرو ينطي للنيو الكيناماتيك فيسكوسيتي، فممكن اكتب الرينولد هو اقول في دي على نيو. فاذا بهاي المسائل من نريد نحسب معامل الاحتكاك، اول مره احسب رينولد نمبر. بالنسبه للرينولد نمبر اكو عندنا الدي اللي هو الهيدروليك دايمتر. هذا الهيدروليك دايمتر هو يساوي 4 في الكروس سكشن اريا مال المقطع على المحيط اللي قاعد يغطي الفلويد. فإذا كان أنا عندي مثلاً انبوب دائري، فأقول 4 في مساحة المقطع اللي هي مساحة دائرة راح يصير باي على 4 دي سكوير. المحيط هو القطر في النسبة الثابتة، فمن أختصر فيطلع لي الهيدروليك دايمتر بالنسبة للأنابيب الدائرية هو نفس الدايمتر. لكن لو كان عندي مربع الكروس سكشن مال الدكت مربع، راح اقول 4 في مساحه المقطع اللي هي طول الضلع تربيع على محيط المربع. محيط المربع هو 4 في طول الضلع. فاذا اذا كان عندي الضلع مال الدكت عفوا اذا كان عندي الدكت مربع، فالهيدروليك دايمتر راح يكون هو طول الضلع نفسه. اما اذا كان مستطيل يعني ارتفاعه اي والعرض مالته بي، راح يكون 4 هاي مال القانون، المساحة المقطع هي الـ A في الـ B على المحيط اللي هو 2 في A زائد B، فيكون الهيدروليك دايمتر هو 2 AB على A زائد B. وإذا كان عندك مثلث نفس العملية أو أي مقطع آخر. وهاي التقسيمات اللي هنا قلنا عليها اللي هي بالنسبة لللامينر وبالنسبة للترانزيشن وبالنسبة للتيربلنت. بالنسبة للقانون، القانون مال حساب الهيد لوس إذا كان أنا دا أحسبه بنتيجة الفريكشن فقط يعني اتش اف، فهو راح يكون اف ال دي في سكوير على 2 جي. هذا الاف إذا هنا أنا أكتب فقط اف، فمعنى المعادلة مال الاف هي ايش قد؟ 64 على رينولد نمبر. هنا اخذنا اكو عندنا قانون يسموه بويزيلو، هذا احد العلماء قال انا اذا عندي انبوب بمنتظم الدايمتر مالته كونستانت الدايمتر، وكان هذا الانبوب بشكل افقي، فممكن احسب الفلوريت، الفلوريت اللي هو متر مكعب بالثانيه اللي هو الفي دوت او الكيو، يساوي لي دلتا بي باي دي اس 4 على 128 ميو ال. يعني هذا واحد من القوانين. حكينا عن التيربلنت، وحكينا هنا اكو مودي تشارت. المودي تشارت هو عالم اوجد لنا العلاقه بين الفريكشن فاكتور
اللي هو المحور واي ورينولد نمبر. فقلنا اذا كان انا عندي جريان لامينار فراح اشوف انه العلاقه هي عباره عن خط مائل بهالشكل، هذا الخط المائل. فلاي قيمه من رينولد نمبر انا اصعد على هذا الكيرف وبعدين اتجه نحو اليسار اعود احسب الفريكشن فاكتور. منطقة الترانزيشن هاي هي منطقة الترانزيشن، هاي اللي مظللة بهالشكل، هاي هاي فقط هي منطقة الترانزيشن، منطقة صغيرة جدا. اللي ألاحظه هنا كل ما زاد رينولد نمبر كل ما قيمة الفريكشن فاكتور تقل، كل ما زاد رينولد نمبر كل ما قيمة الفريكشن فاكتور تقل. أما إذا عبرت الى مرحله الترانزيشن يعني فوق ال 4000 يعني هذه المنطقه منا وهيك بشكل على نحو اليمين راح اكون انا في منطقه التيربلنت. في منطقه التيربلنت على مود احدد الفريكشن فاكتور احتاج الى معلومتين، بينما في منطقه اللامينار احتاج الى معلومه واحده فقط رينولد نمبر ايش قد قيمته اقدر اطلع الفريكشن فاكتور. لكن اذا تحولت الى منطقه التيربلنت على مود اطلع قيمه الفريكشن فاكتور احتاج الى معلومتين. المعلومه الاولى هي الابسلون على دي، الابسلون هي خشونه الانبوب الداخلي، ابسلون هي خشونه الانبوب الداخلي، يعني اي انبوب عندي اني بهالشكل مهما كان سموث اكو هنا بداخله على السطح الداخلي مالته اكو تعرجات، هاي التعرجات الارتفاع مالتها الارتفاع مال هاي المعدل مال هاي الخشونه نسميه شنو ابسلون. هذا الابسلون نقسمه على الدايمتر او الهيدروليك دايمتر مال هذا الدكت اللي قاعد يجري به الفلويد، فش نسميه ابسلون على دي. فده تشوفون على العمود مال الواي بالنسبه لليمين يسموها الريلاتيف رفنس، الريلاتيف رفنس اللي هي الابسلون على دي. بدأ تشوفون هي بادية من 5% بتنزل إلى 1 بالمئة ألف. فأنت حسب نوع البايب اللي عندك المفروض الأبسلون معلومة، أو حسب الشركة المصنعة تقول لك الرفنس مال هذا الأنبوب هلقد، فأنت تقسم الرفنس على الدايميتر فتحدد واحد من هذني الأرقام، أو قد يكون بيناتهم يعني تسوي له انتربوليشن بينات، يعني مثلا هذا 4 وهذا 3، مثلا طلع عندك 3.5 فمعناه تقول هنا انا هو المنحني الاصلي لهذا الكير هو هنا، انا مثل ما سويت انا منقط. المعلومه الثانيه احتاج قيمه رينولد ايش قد، مثلا كان عندي رينولد 8000 او 20000 او 30000 اجي اعين القيمه مالته هنا وأصعد إلى هذا المنحني أعين هاي النقطة وبعدين أتجه نحو اليسار على مود أعين قيمة الفريكشن فاكتور. فإذا بالمنطقة التيربلنت أحتاج إلى معلومتين على مود أحدد قيمة الفريكشن فاكتور، بينما في منطقة اللامينار أحتاج إلى معلومة واحدة وهي فقط رينولد، بينما بالتيربلنت أحتاج الأبسلون على دي و رينولد نمبر. احنا بالنسبه لنا في هاي المرحله بالنسبه للمودي تشارت ما راح نستخدمه، نستخدم معادلات اكو موجوده معادلات ممكن انه احنا نحسب من عندها قيم الفريكشن فاكتور. قيمه الفريكشن فاكتور اذا كان عندنا انبوب بجريان لامينار قلنا رينولد نمبر ممكن نحسبها، نقدر نقول الاف تساوي 64 على رينولد نمبر. واذا كان عندي تيربلنت فهو 316 على رينولد اس ربع. بقت هاي الرينولد بالنسبة للتيربلنت هو حالة خاصة من حالات التيربلنت إذا كان الجريان داخل أنبوب، وهذا الأنبوب نسميه سموث،
إذا قلنا سموث بايب، سموث بايب والرينولد نمبر أكبر من 4000 فأقدر أستخدم هاي المعادلة، وإلا إذا ما ذكر لي سموث بايب المفروض أني أحسب الأبسلون على دي ورينولد نمبر وسقطها على مودي تشارت وأطلع الفريكشن فاكتر إيش قد قيمته. فإذا هاي المعادلة شباب هاي هي فقط للسموث بايب تيربلنت فلو. بالنسبة إحنا للمسائل اللي راح نشتغل عليها إلى نهاية السنة راح يكون عندنا الأم ربع. بينما في حالة الرينولد نمبر ما العلاقة هو الأنبوب كان سموث أو رف يعني خشن أو ناعم، هي المعادلة ما تعتمد على الرفنس فهي 64 على رينولد نمبر. فهنا هاي المعادلة اللي قلت لكم عليها. هنا الـ HF إذا تستخدم 4F شباب تستخدم 4F رينولد الاف 2 تحسبه من هنا ايش قد صار قيمته 16. اذا تشيل هاي الاربعه تضربه بهاي 16 ايش قد يطلع 64. وهذا الفريكشن فاكتور اذا كان عندي سموث بايب شوفوا ايش قد قيمته 791 بال 10000. هاي 791 بال 10000 اذا تضربوها في 4 تطلع 316 بالالف، فهي حسب هاي الأربعة. إذا الأربعة تخليها هنا بالـ HF تستخدم ذني، أما إذا شلتها من الـ HF الأربعة فهنا تخط 64 وهنا تستخدم 316 بالألف. واضحة شباب؟ عمود ليس يصير بها إشكال، واحد يقول نستخدم هاي لو هاي، أنت حدد. يعني أنا بالنسبة للأمثلة حسب الأمثلة المحلولة بالكتب ناس تستخدم 4F وناس مرات ما تستخدم تستخدم F، فأنا حسب المثال المحلول اللي جايبه وياه. فأرجو أن تنتبهون هاي النقطة وتسجلوها قدامكم دائما، تستحضرون هاي النقطة قدامكم. الـ HF شباب إذا قلت هي 4F فالـ F شلون تحسبه 16 على رينولد نمبر لللامينار و791 بال 10000 على رينولد أس ربع. أما إذا استخدمت الـ HF F بدون 4 فرينو الـ F اللي تحسبه من هاي المعادلة يصير ايش قد قيمته 64، وهذا الرقم 791 ايش قد تصير قيمتها تصير 316. واضحة؟ واضحة دكتور. ماشي واضحة دكتور. ان شاء الله. اللي هي هاي شوفوا شو نقول عليها الاف شو نسميه دارسي كوفيشنت اوف فريكشن. اما اذا استخدمت الاف 1 شو يسموه الفريكشن فاكتور. الفريكشن فاكتور شو يساوي 4 في الدارسي وسباخ فريكشن فاكتور. فاخذنا بذاك الدرس حلينا يمكن مثال او مثالين. Find the head lost due to the friction in a pipe. الدايميتر منطيك اياه 15% متر 15 سنتيم. طول الانبوب 60 متر. Carrying water يعني الفلويد مي. يقول لك مي معناه الرو والميو تقدر تطلعها من الجداول او بالاسئله بالامتحانات تعطى لك هاي القيمه. بالنسبة للميو الرو ثابتة ألف ناخذها. طبعا هنا يقول using دارسي وسباخ فورمولا. شنو معناها شباب؟ اكو كثير من المعادلات اللي تحسب فريكشن فاكتور. احنا بدراستنا بالصف الثاني هسه فقط راح ناخذ دارسي وسباخ فورمولا، والا اكو ثلاث اربع فورمولات اخرى لعلماء اخرين احنا ما راح نتدخل بها. فلذلك تشوفون هنا مكتوب شنو يوزنج دارسي وسباخ فورمولا. فاحنا على مود نحسب الفريكشن هيد قلنا هو اتش اف هنا ايش مستخدم 4 اف ال في سكوير على 2 جي في الدي. فعلى مود احسب الاتش اف احتاج منه
هذا الاف، هذا الاف على مود احسبه احتاج رينولد نمبر، فراح اقول الرينولد نمبر هو في دي على نيو. طبق الارقام طلع عندك ايش قد رينولد نمبر؟ 312 اللي هو اكبر من 2000 او 2300. فاذا هو تيربلنت، فبما انه هو تيربلنت، بما انه انا استخدمت هنا أنا أربعة، ايش استخدمت المعادله هنا؟ 791 بال 10000 على رينولد نمبر اس ربع. طلعت الاف اجى عوضه هنا، فاذا طلع عندي الفريكشن هيد لوس ايش قد القيمه مالته؟ 1.7 بالعشرة متر. اكو سؤال لهنا؟ لا دكتور واضح. زين، اذا كان انا عندي اف ان اويل وذ سبيسيفيك جرافيتي، منطيني الاس مال هذا الفلويد او الاويل 75%، الكيناماتيك فيسكوسيتي مالته 25% ستوك، الفلوريت مالته هي 3 بالعشرة متر مكعب بالثانية ثرو ا بايب، الدايمتر منطقي اياها 30 سنتيمتر، طول الانبوب 500 متر، ايش قد الهيد لوس ديو فريكشن اند ذا باور ريكوايرمنت او ريكواير تو مينتين ذا فلو. احنا قلنا شنو الغرض من الحساب الفريكشن فاكتور؟ انا اريد اعرف ايش قد القوه المعيقه للجريان على مود اوفر لها مضخه، او ايش قد اني راح اصرف كهرباء على مود اضخ هذا الفلود او يستمر هذا الجريان بالداخل الانبوب. فاذا احنا على مود نحسب الهيد لوس فاكتور، الهيد لوس نحتاج نحسب الفريكشن فاكتور، او نحسب الفريكشن فاكتور نحتاج نحسب الرينولد نمبر. على مود احسب رينولد نمبر انا عندي هنا اويل ما عندي ووتر، فاذا لازم اطلع الرو مالته الميو مالته على مود اقدر استخدم المعادلات. فهنا انا عندي الكثافه مالته هي الكثافه سبيسيفيك جرافيتي في كثافه الماء، طلعتها 750 كيلوغرام على المتر المكعب. على مود احسب السرعه داخل هذا الانبوب اقسم الفلوريت على الاريا، فطلعت السرعه هي 4.2 بالعشره متر بالثانيه. رينولد نمبر هو في دي على نيو، وهو معطيني اياها بالستوك، فعلى مود احولها الى المتر تربيع الثانيه اضربها في 10 اس ناقص 4، فطلع رينولد نمبر عندي 50928، يعني هو اكبر من 4000. العفو، هنا ايضا اكبر من 4000، مو من اكبر من 2000، اكبر من 4000 معناه تيربلنت. فاذا على مود احسب الفريكشن فاكتور من استخدم المعادله 791 بال 10000 معناه الاتش اف ايش قد خليت قدامها؟ خليت قدامها 4، فطلعت الاف بعدين ضربته في 4 على مود احصل على الفريكشن فاكتور ال في سكوير على 2 جي في الدي، طلع الهيد لوس ايش قد قيمته؟ 32.1 بالعشره متر. على مود احسب الكم او القدره اللازمه او المضخه اللازمه اللي اجيبها على مود تشغل لي هذا، تدفع لي هذا الاويل داخل هذا الانبوب اللي طوله 500 متر، شو نقول؟ اللي هو رو جي اللي هي جاما، رو جي معناها جاما، كيو في الاتش اف، وهنا قسمنا على الف على مود الوحدات تكون عندي بالكيلو وات. ماشي شباب؟ اذا الالف اللي موجوده بالمقام فقط لتحويل القدره الى وحدات الكيلو وات. البسط ايش عندنا؟ اذا القدره، قانون القدره الباور شو يساوي لنا؟ جاما كيو في الاتش اف. الجاما مال الاويل عندنا الرو هي 750 في التعجيل الارضي، في الفلوريت 3 بالعشره كان، في الهيد لوس اللي هو 32.2 بالعشره، نقسمه على الف عمود نحول الوحدات الى كيلو وات، فاذا اشوف انه انا احتاج 71 كيلو وات
كقدرة على مود أتغلب على خسائر الاحتكاك، على مود أضمن أنه الجريان داخل هذا الأنبوب يكون باستمرار. إذا أنا ما أوفر هاي الطاقة للفلويد ما راح يطلع من الجهة الثانية. وياي شباب؟ واضحة؟ واضح دكتور. نعم دكتور واضح. أي. زين. ناخذ سؤال آخر. أيضاً أويل لسبيسيفيك جرافيتي يعني الأس مالته 7/10 is flowing through a pipe الدايمتر مالته 300 مليمتر يعني تقسموه على ألف على مود تحوله إلى وحدات المتر. At flow rate of 500 لتر بالثانية يعني أيضاً أقسمه على ألف على مود أحوله للمتر المكعب بالثانية. Find the head lost due to the friction and power required to maintain على مود تستمر أو تحافظ على الفلو أو تحافظ على الجريان for a length of 1000 متر. وقايل لك أخذ النيو مال هذا الفلو الأويل 29% ستوكس. فأنت عندك المعطيات بالسؤال الأس والدايميتر حول قسمناه على ألف حولناه للمتر، والكيو قسمناه على ألف على مود نحوله للمتر مكعب على الثانية، والطول عندك هو 1000 متر مكعب. أنا على مود أحسب رينولد نمبر أحتاج الفلوسيتي، فإذا أقول الكيو على الأريا اللي هي مساحة دائرة باي على 4D². فممكن من أنا أحسب السرعة مال الفلويد هذا الأويل اللي هو الكثافة نسبة الجرافيتي مالته 7/10 طلعت إيش قد السرعة 7 متر بالثانية. إذا رينولد نمبر في دي على نيو بالنسبة للنيو بما أنه هي بعدة الستوك فإذا أنا أضربها في 10^-4 طلع عندي رينولد نمبر هو 7.3 × 10^4 فإذا هو قطعا أكبر من 4000. فإذا أنا جيت حسبت الفريكشن فاكتور من معادلة 791 على رينولد أس ربع طلع عندي الفريكشن فاكتور هنا اللي هو 48/10000. أجي أعوض بالمعادلة اللي هي تقول 4 × f × l/v² على دي في 2G طلع عندي الهيد لوس هو 163.2 × 10 متر على مود أحسب القدرة اللازمة بوحدات الكيلو واط راح أقول هو رو جي كيو في الاتش اف على ألف. فإذا شباب هاي الألف خلوها ببالكم هي فقط لتحويل وحدات القدرة إلى كيلو واط. فالدنسيتي عندي 700 والتعجيل الأرضي 9.8/10 والفلوريد 5/10 والهيد لوس هو 163.2 وبالتالي أكون القدرة اللازمة اللي أوفرها لضخ هذا السائل على مود يستمر بالجريان داخل أنبوب الدايميتر مالته 3/10 متر وطول الأنبوب 1000 متر نحتاج إلى 563.3 كيلو واط. أكو سؤال على هذا المثال؟ واضح دكتور عشبيدك. تمام. نأخذ مثال آخر. Calculate the discharge through a pipe. يعني هنا هو يريد الكيو. Calculate the discharge through a pipe. الدايميتر مالته 2/10. فإذا هو بالسؤال يريد الكيو. فأنت على مود توجد الكيو تحتاج V في الأي صح؟ بما أنه انطاك الدايميتر هنا 200 مليمتر يعني 2/10 فإذا الأريا طلعت. إذا لازم أني أوجد الفلوسيتي داخل هذا البايب على مود أضربها في الأريا على مود أحصل على الفلوريد اللي هو المطلب الرئيسي بالسؤال. زين وين the difference of pressure head between the two ends of pipe is 500 مليمتر. يعني هو ده يقول لك الفرق بالضغط يعني هي خسائر الاحتكاك والفرق بالضغط هو الضغط ليش ده ينزل
بين نقطة واحد ونقطة اثنين، يعني أنا عندي هذا أنبوب، أنا عندي هذا أنبوب وهاي نقطة واحد وهاي نقطة اثنين، وهذا الجريان يمشي من واحد إلى اثنين. فهو الضغط ليش دي ينزل من واحد إلى اثنين؟ نتيجة الاحتكاك دي يقل الضغط. إيش قد قيمته؟ خمسمائة متر. العفو، هذا خمسمائة متر طول البايب. قيمته أربعة. إيه، إيش قد الهبوط بالضغط؟ أربعة متر أوف ووتر. يعني منطقياه هو الاتش اف، هو صح سماه بريشر دروب لكن بوحدات شنو؟ المي، وحدات المتر ما، يعني ايش قد قيمتها؟ هي أربعة. فاذا الاتش اف انطاك اياها أربعة. تيك ذا فاليو اوف اف، هنا هو بالسؤال انطاك الاف ايش قد؟ 9 بالالف ان ذا فورمولا، وايضا هي انطاك المعادله مال الاتش اف وقال لك هي 4 اف ال في سكوير على دي في 2 جي. فاذا انا هسه المجهول الرئيسي منو عندي؟ الكيو. عمود اطلع الكيو احتاج الفيلوسيتي. هو شنطاني بالسؤال؟ انطاني المعادله مال الاتش اف وانطاني قيمه الاتش اف اللي هي ايش قد؟ 4. فاذا من هاي المعادله الاتش اف منطينيه 4، الاف انطانيه هو 9 بالالف، ال 500 متر، الدي انطانيه بالسؤال 2 بالعشرة متر، الجي معلوم كونستان. فبنو يبقى عندي هنا يبقى فقط الفي سكوير لازم انا اطلع قيمته. فاذا اعوض الارقام، انقل الفي سكوير الى طرف والارقام كلها الى الطرف الثاني، اجذر السرعه، طلعت عندي السرعه 9 بالعشرة متر بالثانيه. اذا اقول الفي في الاي، فاقدر احصل على قيمه الفلوريت بالمتر المكعب، واذا ردتها بوحدات اللتر فاني معناه قيمه الفلوريت اضربها في الف على مود احولها الى لتر على ثانيه. اكو سؤال لهنا؟ واضح دكتور، عاش ايدك. تمام. هنا شوف هذا السؤال، water is flowing through a pipe of diameter 2 بالعشرة with a velocity 3 متر. Find head lost due a friction for length of 5، يعني طول الأنبوب 5، الدايمتر 2 بالعشرة، سرعة الفلويد 3 متر بالثانية. If the coefficient of a friction is given by، منطيك هو المعادلة، F تساوي 2% زائدا 9% على رينولد أس 3 بالعشرة، والرينولد هو رينولد نمبر الـ RE، والكيناماتيك فيسكوسيتي اوف ووتر جيت 1 بالعشرة 1% ستوك، فمنطيك الدايمتر فيلوسيتي لينكث، وهنا أنا فقط النيو ستوك نضربها في 10 أس ناقص 4، فرينولد نمبر نحسبها طلع جيت 6 في 10 أس 5، الاف هنا أنا راح أقول اف تساوي 2%، وطلعت عندك هاي المعادله. يعني في حالات هو يعطيك المعادله يقول لك احسب لي اياها منها، والا انا لو ما ذاكر لك فانت كان تروح على ذيك المعادله اللي هي 791 بال 10000 على رينولد اس ربع، بس هنا لين هو انطاك اياها بالسؤال فانت تستخدم هاي القيمه او المعادله اللي معطيك اياها بالسؤال. يعني بس بدي اوضح لكم انه مو شرط الا نستخدم ذني المعادلتين اللي هي ال 16 على رينولد نمبر او 791 على رينولد اس ربع، وانما قد بالاسئله ينطيك هو فريكشن فاكتور بس المعادله ما تمع، يعني بسيطه فقط تعوض ارقام وتحسبها. فاذا انا ما انطيتك المعادله معناه ان ذنيش المعادلتين نستخدمهن ستاندرد، اما اذا انطيتك انا معادله فانت مضطر تستخدم المعادله اللي انا انطيتك اياها بالسؤال. واضح؟ ارجو انه هاي الاشياء تثبتوها، لان يعني بمرور الوقت الانسان ينسى، فيقول انا يا معادله استخدم هاي لو هاي اكو اكثر من معادله، فعلى مود يعني تكون عندكم الصوره واضحه. فمن حسب ثاني الفريكشن فاكتور من هاي المعادله اللي هو منطيني اياها، الان انا اجي اقول اتش اف يساوي 4 اف ال في سكوير على دي في 2 جي، ويطلع عندي الهيد لوس تقريبا هو 1 متر ما.
هذا كل اللي حكيناه كان على الميجر لوسز او البرايمري لوسز، واللي هو موجود باي نوع من انواع الجريان دائما هو شنو موجود. الماينر لوسز، الماينر لوسز the fluid is a typical piping system passes through valves, bends, elbows, tees, inlets, exit, expansion and contraction in addition to the pipe. يعني السوائل او الفلويد حتى يعني حتى لو كان غازات من تجري خلال الانابيب، طبعا هي مو فقط انبوب عدل وده تمشي بيه، اكيد هذا الانبوب بتوصيلات، هاي التوصيلات قد تكون عندكم مثلا فالف، هذا فالف، او قد يكون عندكم انحناء، او قد يكون عندكم عكس البو، قد يكون عندكم تفرعات تي سكشن، يعني يجي إلت واحد وبعدين يتفرع الى فرعين، او من فرعين يتلاقى يصير فرع واحد، او على شكل واي سكشن، قد يكون التفرع على شكل واي، يعني الفلويد يجي منها بهالشكل وبعدين يتفرع الى فرعين او اكثر حسب النوع. او قد يكون عندكم إلت، او قد يكون اكزيت، هاي كليته، او قد يكون سدن اكسبانشن، يعني يكون الانبوب صغير وبعدين يكبر الانبوب بهالشكل اذا كان الجريان منه، او قد يكون سدن اكسبانشن، سدن كونتراكشن هو تقلص مفاجئ، قد يكون الانبوب يجري من انبوب عريض بعدين يتضيق، هذا شو نسميه له، نسميه كونتراكشن. These components interrupt the smooth flow to the fluid and causes additional losses because of the flow separation and mixing they induced. طبعا هاي الفيتنجز اللي موجوده راح تضيف خسائر اضافيه اضافه الى خسائر الاحتكاك اللي موجوده بالانبوب اصلا. In a typical system with long pipes these losses are minor compared to the total head losses in the pipe اللي هي الميجر روس. طبعا اذا كل ما كانت الانابيب طويله جدا فهاي الفيتنج القيم مالتها راح تكون قليله مقارنه بقيم الاحتكاك اللي تصير بالداخل الانبوب، لذلك يطلق عليها الماينر لوسز. على مود نحسب الهيد لوس نتيجه الفيتنجز راح نوجد معامل او كوفيشنت نسميه كي لوسز. اذن المعادله عمود احنا نحسب هي الهيد مال الماينر راح نسميه اتش ام او اتش ماينر، راح يصير هو كي في سكوير على 2 جي، هاي المعادله ماشي. هذا منه هاي المعادله المن، هاي معادله تخص حساب الخسائر الناتجه عن الفيتنج. فاذا كان عندي اكثر من فيتنج، يعني عندي عكس وعندي تفريع وعندي فلتر وعندي فالف، هذين كلهم نجمعهن مالتين الكي، يعني هنا يصير عندي سميشن اوف كي، سميشن يعني مجموع الكي كليته نضربه في الفي سكوير على 2 جي نحصل على الاتش ام، واحسب الاتش اف على صفحه، بعدين اجمع الاتش اف زائدا الاتش ام، هذين اثنيناتهن راح ينطوني الهيد لوس. فاذا الهيد لوس هو عباره عن جزئين، اتش اف حسبناه من المعادله بالسلايدات السابقه، والاتش ام راح نحسبه من المعادله اللي هي سميشن كي في سكوير على 2 جي. اللي هي هاي المعادلة، شوفوها هاي المعادلة. فراح نجي على أول نوع من خسائر الاحتكاك الماينر اللي هو
سدن اكسبانشن. لو كان انا عندي انبوب بدايامتر معين هذا الانبوب وفجاه صار الانبوب اكبر، فشنو اللي راح يصير؟ الفلويد مو يجي منها، يجي عمودي دخل الى انبوب اكبر عنده، فراح يبدي يتوسع 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 يوصل لهنا على مود يطخ الجدار، فراح يصير عندي هنا هاي المنطقه نسميها منطقه الاعقاب الويكس، اللي هي منطقه ما راح يكون بها جريان، ما راح يكون شنو ما بها جريان، فايش نسميها منطقه السبريشن، لان هاي هنا المنطقه الفلويد ملاصق للجدار كلي مالي هذا الانبوب، لكن من يبدي ينتقل من الانبوب الصغير الى الانبوب الكبير على ما يوصل للجدار يحتاج الى مسافه، ورا اشوف منه هاي هسه من يمشي منه هنا يكون الفلويد مالي الانبوب كليته، لكن هنا بهذين الزاويتين راح شنو يكون عندي سيبريشن. فعلى مود احسب الخسائر الناتجه عن السدن اكسبانشن، شو نسميه سدن اكسبانشن، القانون شو يقول؟ HLE، هاي الE تعني sudden expansion. شنو القانون مالتها؟ V2 سكوير على 2G، V2 هاي V1 وهاي V2، V2 سكوير على 2G في مساحة المقطع الكبير على مساحة المقطع الصغير ناقصا واحد، وهذا القوس تربيع. او اذا اردنا نحسبها بدلاله ال V1 راح يصير V1 سكوير على 2G في واحد ناقص مساحة المقطع الصغير على مساحة المقطع الكبير القوس كليته تربيع. اي وحدة من ذن المعادلتين هي لحساب شنو الهيد لوس نتيجة السدن اكسبانشن، وراح نشوف هذا المثال يوضح لنا هذا الشيء. A horizontal pipe of diameter 2 بالعشرة متر is suddenly enlarged، يعني يتوسع مفاجأة إلى 3 بالعشرة. فإذا هذا D1 وهذا D2. إذا كان الفلوريد 2 بالعشرة متر مكعب بالثانية and the intensity of pressure in the small pipe، كان يعني الضغط بال small pipe الأول اللي هو قد 100 كيلو باسكال، then find the head loss due sudden enlargement, power losses due the enlargement and intensity of pressure in the large diameter. يريد من عندي الثلاث مطالب، ايش قد الهيد لوس نتيجة السدن اكسبانشن، ايش قد القدرة اللازمة على مدى تغلب على هذا السدن اكسبانشن، وايش قد الضغط بنقطة اثنين او بالانبوب الكبير. فاحنا مثل ما نعرف على مود نحسب الهيد لوس نتيجة الاكسبانشن احتاج شنو؟ V1 سكوير على 2G، واحد ناقص A1 على A2، هو منطيني D1 وD2، اقدر اطلع الـ A1 والـ A2؟ نعم اقدر اطلع، منطيني الفلوريت ومنطيني الـ A1، اقدر احسب من هو الـ V1، فحسبت الـ V1، حسبت الـ V2، ممكن ايضا هذا القانون اللي هو شوفوا شباب اقدر اقول هي V1 ناقص V2 القوس تربيع على 2G. دائما شباب هاي V1 ناقص V2 يعني السرعة الكبيرة ناقصا السرعة الصغيرة تربيع على 2G، ممكن هذا القانون الأصلي هو نفسه. فإذا الـ HL على مود تقدر تحسب بدلالة السرعة وتقدر بدلالة السرعة والكروس سكشن اريا، أي وحدة من عندنا نطبقها تنطيك نفس الناتج، بس أنت هنا على مود لا تدوخ منو الـ V1 ومنو الـ V2، دائما الـ V1 هي السرعة الكبيرة ناقصا السرعة الصغيرة. فمن السرعة الكبيرة؟ طبعا راح تكون بالدايمتر القليل. والسرعة الكبيرة القليلة راح تكون دائما عندما يكون الدايمتر أكبر. فطلع عندي الهيد لوس نتيجة السدن اكسبانشن قد قيمته 6 بالعشرة. على مود أحسب الباور ريكوايرمنت قلنا الباور تساوي لنا جاما كيو في الاتش.
الاتش هنا عندي سيدن اكسبانشن، فاذا راح اقول هو جاما اللي هو الرو جي في الكيو في الاتش ال نتيجه السيدن اكسبانشن، وايضا قسمته على الف عمود الوحدات تطلع لي بالكيلو واط. فيحتاج ايش قد عمود اتغلب على هذا السيدن اكسبانشن؟ احتاج 1.25 كيلو واط. على مود احسب الضغط بنقطة 2، إذن أنا راح أطبق برنولي إكويشن بين نقطة 1 ونقطة 2، فإذا راح أجي أقول P1 على جاما V1 سكوير على 2G زائد Z1 V2 على جاما V2 سكوير على 2G زائد Z2 زائد هنا بما أنه أنا عندي سدن إكسبانشن ما حكى أي شيء عن الفريكشن، فإذن هي دائما شنو ال HL نتيجة ال expansion Z1 و Z2 صفارة، V1 و V2 معلومات، P1 معلوم، ال HL معلوم، أقدر أطلع ال P2 إشقد من هاي المسألة. فطلع عندي ال P2 إشقد 110 كيلو باسكال. أكو سؤال شباب؟ العفو. نعم دكتور، واضح. واضح أستاذ. تمام. الحالة الثانية هي عكس الأولى، اللي هي شنو؟ sudden contraction، يصير عندي شنو؟ تضيق مفاجئ. فأنا أشوف إنه الفلويد من الأنبوب الكبير على مود يجي يدخل راح شو يصير بيه؟ يصير بيه انحناء بالشكل هذا. راح يصير بيه انحناء. يدخل الى انبوب صغير على مود يجي يلتصق ويا الجدار راح يحتاج مسافه على ما يلتصق ويا الجدار، فهاي المنطقه راح تصير بها سيبريشن، راح تكون منطقه ما بها فلويد اللي هنا هاي المنطقتين. فعلى مود احسب الفريكشن فاكتور العفو الهيد لوس نتيجه الكونتراكشن، المعادله مالتي راح تكون هي HLC هي K V سكوير على 2G، والكي هو شنو؟ واحد على C سب C ناقصا واحد، وهذا اللي هو شنو؟ الكونتراكشن كوفيشنت، C سب C كونتراكشن كوفيشنت يعطى بالسؤال. فإذا على مود تحسب الهيد لوس نتيجة السدن كونتراكشن لازم نعطيك احنا بالسؤال شنو الكونتراكشن كوفيشنت، على مود تحسبه. هنا اكو ملاحظه، اف فاليو اوف سي سب سي از نوت جيفن، اذا ما معطيك اياها ذين اسيوم كي يساوي نصف. اذا انطيته كان الكوفيشنت اوف كونتراكشن، فانت على مود تحسب ال HLC تقول ال K هو 1 على C sub C ناقص 1 القوس تربيع وتضربه في ال V سكوير على 2G. اما اذا منطقتك ال C sub C وكان عندك contraction داخل الانبوب فانت تستخدم ال K قيمته ايش قد؟ نصف. تمام؟ نشوف هذا السؤال. A pipe carrying 12% متر مكعب ماء بالثانية suddenly reduced from 4 بالعشرة إلى 2 بالعشرة if the losses is 3 بالعشرة متر then find the coefficient of contraction. هنا هو يريد معامل التخصر ايش قد صعب. فاحنا نعرف انه ال HLC هو V سكوير على 2G واحد على سي سب سي ناقصا واحد. هنا نسيت اقول لكم شباب، هنا من تستخدمون الفي نستخدم شنو؟ الفي 2 يعني الكبيره. بالسدن كونتراكشن ايضا من بالقانون من تقول هو في 2 سكوير على 2 جي يا في استخدم تستخدم الفي الكبيره اللي هي من هي؟ في 2 ماشي؟ في 2
فإذا الهيد لوس نتيجة الكونتراكشن هو V2 سكوير على 2G في 1 على C سب C ناقصا 1. هو يريد هذا C إيش قد قيمته؟ منطيك الهيد لوس مقدار 3 بالعشرة، بتعوض بالأرقام وتحصل على الكونتراكشن كوفيشنت مقدار إيش قد 6 بالعشرة، وهذا بدون وحدات. نشوف هذا السؤال الآخر أيضا على السادن كونتراكشن. The diameter of a horizontal pipe suddenly reduced from 4 بالعشرة إلى 2 بالعشرة due to which a pressure changing from 125 إلى 105. يعني الضغط بنقطة واحد 125 ونقطة اثنين إيش قد صار 105. If the coefficient of contraction منطيك ال C sub C 6.62%، find the flow rate. انت تعرف توجد شلون توجد الفلو ريت؟ تحتاج توجد السرعة زد. اذا راح اقول الهيد لوس نتيجة الكونتراكشن هو V2 سكوير على 2G 1 على C sub C ناقصا 1، بس السرعة انا ما عندي، فاذا ال H L contraction راح يبقى بدلالة ال V 2. عندي المعادلة ال continuity equation V1 يساوي A1 V1 يساوي A2 V2، فأقدر أطلع علاقة بين A1 و V بين V1 و V2، فطلع عندي ال V1 يساوي V2 على 4. أجي أطبق برنولي equation for real fluid لان انا عندي sudden contraction هنا، راح اقول P1 على جاما زائد V1 سكوير على 2G زائد V2 على جاما زائد V2 سكوير على 2G زائد ال HL contraction. هنا انا الزد لان هو horizontal pipe فالZ1 وZ2 حذفتهن، فالP1 والP2 عندي، الV1 هي V2 على 4، الV2 هي المجهول الرئيسي راح يصير بهاي المعادلة، فأقدر أجمع المجاهيل في طرف المعاليم في طرف، وأقدر أحصل بالتالي على قيمة الـ V إيش قد تطلع 5.5 متر بالثانية، على مود أحصل على الفلوريت أضربه في الأريا وتطلع عندي الفلوريت هو 17% متر مكعب بالثانية. أكو سؤال هنا شباب؟ واضح دكتور؟ لا دكتور واضح. هذا السؤال نفس المثال، يعني اترككم اياه انتم تحلوه، يعني لان هو نفس يعني منطي بالعكس منطي الفلوريت ويريد السي سب سي. هذا السؤال هنا بي سدن كونتراكشن وسدن اكسبانشن. A horizontal pipeline carrying water suddenly contracts from diameter 65 إلى 4 بالعشرة. After a short distance وراء مسافة قصيرة it suddenly enlarged to origin diameter، رجع من ال 4 بالعشرة إلى ال 65%. The pressure value at section before contraction يعني هنا بنقطة واحد جيت 120 and 75 هنا بنقطة اثنين. If the coefficient of contraction اللي هو C sub C منطقية 64% determine the flow rate إيش قد قيمته والpressure after enlargement يعني P3 إيش قد، يعني يريد الـ Q مجهولة والـ P3 شبيهة مجهولة. فهو من السؤال منطيني الدايميتر 1 ودايمتر 2 ودايمتر 3 منطيني P1 ومنطيني P2 معلومات. فأنا على مود مثل ما حكينا هسه على مود نوجد الفلو ريت لازم أطلع شنو السرعة. فأنا شباب راح أجي أطبق برنولي إكويشن بالحالة الأولى بين من بين نقطة واحد ونقطة اثنين هنا فقط. من أطبق برنولي إكويشن بين واحد واثنين
راح أقول P1 على جاما زائد V1 سكوير على 2G زائد Z1 يساوي P2 على جاما زائد V2 سكوير على 2G زائد Z2 زائد ال HL contraction، لأن أنا عندي هنا contraction اللي هي هاي المعادلة Z1 و Z2 حذفناهن لأنهم مساويات. ال P1 وال P2 معلومات بالسؤال. إيش بقى عندي مجهول؟ هذا ال V HL هو قلنا V2 سكوير على 2G في واحد على C sub C ناقص واحد تربيع. فشو شباب باي المعادلة مال برنولي عندي V1 مجهولة و V2 مجهولة، لازم أوجد معادلة أطلع معادلة ثانية ألقى علاقة بين V1 و V2. من معادلة الكونتينيوتي أقول V1 A1 يساوي V2 A2، أقدر أطلع ال V1 بدلالة من وين؟ بدلالة ال V2 اللي هي هاي. هاي طلعت علاقة معادلة رقم واحد وهاي معادلة رقم اثنين، فأجي أعوض معادلة رقم واحد وين؟ بمعادلة رقم اثنين، وأرتب الحدود وأطلع ال V2 وجماعتها بطرف والأرقام كلها في طرف آخر، وبالتالي فطلعت عندي ال V2 ايش قد؟ من تطلع ال V2 أضربها بالكروس سكشن أريا مالتها أقدر أحصل على الفلوريت، وبالتالي أقدر أطلع قيمة ال V1 ايش قد؟ و V1 تساوي V3. ليش؟ لأن نفس الدايمتر فالسرعة ثابتة، V1 تساوي V3. بقى هسه يريد نطلع V3. شلون نطلع V3 شباب؟ شلون نطلع V3 شباب؟ سؤال من معادلة برنولي إكويشن. برنولي إكويشن زين سبب برنولي إكويشن بين من وبين من نطبقها؟ بي 2 بي 3 بين اثنين أو ثلاثة. ممكن حل آخر شباب؟ بين واحد وثلاثة. نعم بين واحد، بين واحد وثلاثة. زين هسه شباب إذا أنا أخذت برنولي إكويشن، برنولي إكويشن جيت طبقتها بين اثنين وثلاثة، المعادلة ايش راح تكون؟ V2 على جاما V2 سكوير على 2G زائدا Z2 شو يساوي لي؟ B3 على جاما V3 تربيع على 2G Z3 زائدا شنو الخسائر بين اثنين وثلاثة؟ شنو الخسائر؟ enlargement HL E صح؟ صح صح. لكن شباب إذا ردنا نطبق البرنولي إكويشن بين واحد وثلاثة راح يصير B1 على جاما V1 سكوير على 2G Z1 يساوي B3 على جاما V3 سكوير على 2G زائدا Z3 زائدا الخسائر. الخسائر وين تصير عندي؟ صارت عندي بمكانين، يعني راح تكتبون زائد HLC زائدا HLE. واضحة؟ نعم دكتور واضح. يعني أرجو أنه هاي تنتبهون عليها. أنت تحديدك للنقاط اللي تأخذها بين بالبرنولي إكويشن هي اللي تحدد أنه يا خسائر تدخل عندك. من تاخذ من واحد، من واحد الى ثلاثة يدخل عندك ال HLC وال HLE، لكن من تاخذ من اثنين الى ثلاثة يدخل عندك بس ال HLE فقط. تمام؟ ارجو انه هاي يعني احنا هنا نبين ماخذين بين نقطة اثنين وثلاثة. أرجو أن أنتم بالبيت قاعدين تحلون بين واحد وثلاثة، تتمرن عليها المفروض تطلع لك
أيضا قيمة الضغط هي 93 كيلو نيوتن، يعني 93 كيلو نيوتن على المتر المربع أو 93 كيلو باسكال. ماشي؟ فاللي أرجو منكم أنه تحلونها بين 1 و3 على مجنو تعرف أنه أنت من تنتقل من نقطة 1 إلى 2 إش أكو خسائر عندك بالطريق تنحسب. أكو عندنا نوع ثالث من الخسائر الثانوية اللي هي تحول الفلويد من التانك إلى أنبوب. شو نسميها؟ نسميها خسائر الانترنس. خسائر الانترنس أكو بيها عدة أنواع. يعني أكو عندك مثلاً أنبوب V is the mean velocity of liquid in the pipe وال K is a constant whose value depends on the shape of entry. For the bell mouth entry, the K is good. 4%. شنو bell mouth؟ أكو مرات هذا التانك على مود يتصل بالأنبوب يسووه شيء، فشيء دائري. هذا يسموه bell mouth. يعني الفلويد منها يجي ويفوت هيك بهالشكل. هاي يسموه يسووا bell mouth. ال K مال هاي هذا bell mouth إيش قد قيمته؟ 4%. For conical entry with inclined angle 30 إلى 60 إيش قد الكي؟ 18. مرات يجي بهالشكل يجي بعدين يصير بهالشكل وياي. فشوف الخسائر هنا من يكون الأنبوب دائري، هذا المجال مال منطقة اللحام دائرية، الخسائر تكون قليلة. من يصير شوية حافة عتلة يعني بيها زي ميلان يصير الخسائر ايش قد صارت؟ 18%. يقول الثالثة for sharp edge mouthpieces الكي ايش قد؟ 5%. يعني يصير هيجي هاي، شوفوا هنا أنا صارت زاوية قائمة. من يصير الزاوية قائمة إيش قد الخسائر صارت؟ صارت الكي قيمتها نص، بينما إذا كان مائل بهزة بشكل من 60 إلى 30 إلى 60 درجة إيش قد الخسائر؟ 18%. بينما إذا سويتها مدورة إيش تجي يعني دائرية بهالشكل هذا الخسائر إيش قد؟ 4%. تشوفون الفرق إيش قد شباب بالخسائر؟ نتيجة فقط أنت شلون قاعد تلحم الـ 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 الأنبوب بالتانك. يعني هذا التانك هنا عندك أنت تانك، هذا التانك وهنا أنت تربط ويا أنبوب. شلون أنت تربط هذا الأنبوب بهذا التانك؟ إذا تخليه راونديد فالخسائر عندك كلش قليلة 4%. بينما إذا خليته قائم الزاوية إيش قد الخسائر شباب؟ يعني 50%. وياي واضحة هاي الأرقام ده تتحسسوها إيش قد؟ يعني أنا إذا خليته بشكل منحني هيك أسوي هذا على شكل ريديوسر أو ديفيوزر بالشكل الخسائر 18%. بينما إذا سويته قائم الزاوية بالشكل خليته الخسائر عندي 50%. وأكو بعد يعني أسوأ من عدها يسموه ري إنتري، يعني على مود يجون يلحمون البوري بداخل التانك يخلون البوري طالع جوا طاب هيك بهالشكل. اكو جزء من عنده طاب بداخل التانكي، هذا الفلويد على مود يجي يدخل بالانبوب يفتر هيك ويجي منه. فهنا الكي ايش قد؟ هنا الكي قيمتها 1. هذا نسميه أسوأ انواع ربط الانابيب بالتانكيات، انه انت الانبوب يدخل بداخل التانك ويطلع من عنده جزء. فالكيش قد يعني الخسارة عندك 100% هنا. عموما احنا في حلنا راح ناخذ الكي مال انترنس راح نسميه HLI انترنس. ايش قد قيمة الكي؟ نص. مال القلة ايضا الانبوب ساعدنا انبوب وقاعد
يدفع الفلويد مالته الى تانك ثاني او دي يذبه بال يعني بالانفايرومنت بالجو. ايضا عندي خسائر نسميها مال اكزيت مال اوتلت، ايش قد قيمتها الكي مالتها ايش قد قيمته؟ واحد. فاذا بالانلت عندي خسائر 50%، بالاوتلت عندي خسائر 100%. اذا عندي عكس يعني انبوب جاي بهالشكل وبعدين لاف، او اجى بهالشكل ولاف 180 درجه ورجع، فهذا العكس هنا الخسائر مالته نسميها HLB يعني مال الالبو البيند. ايضا هذا الكي يعطى بالسؤال، ناشر لك على الالبو هذا نقول لك هذا العكس الكي مالته مثلا 2 بالعشرة. اذا عندك فيتنج يعني مثل عندك فلتر او اي شيء اخر ايضا انا اشير لك عليه، فراح يصير HLF مال الفيتنج. ايضا هاي القيمه مال كي انا اعطيك اياها بالسؤال. هسه اذا انت اللي تحفظه انه بالانترنس يعني عندك جريان ده يدخل بانبوب من تانك ده يطب بالانبوب، ايش عندك؟ عندك انترنس، ايش قد الخسائر مالته؟ 5 بالعشرة في سكوير على 2 جي. من عندك انبوب ده يذب برا او بتانك ثاني عندك اوتلت، اذا هي خسائر مالته في سكوير على 2 جي. في حال انه انت عندك بيند او فيتنجز فلازم اني انطيك الكي ايش قد قيمهن عشان تعوضن بهاي القوانين. ناخذ هذا المثال 4-15. Water contained in a tank to a depth of 4 meters above the entrance of 3 بالعشرة متر، يعني المي فوق الأنبوب هذا 4 مترات ارتفاع المي. المي قاعد يجري خلال هذا الأنبوب اللي الدايمتر مالته 3 بالعشرة وطول الانبوب ايش قد 75 مليمتر. Determine the discharge if the pipe is laid with a slope of 1 متر لكل 100 متر. هذا الفركش يعني السلوب مالته الميلان. كل 100 متر ينزل متر. And the friction factor coefficient is 1%. شباب تسمعوني؟ نعم دكتور. ماشي. هسه احنا شو نريد؟ نريد الفلوريد. من يريد الفلوريد معناه لازم السرعة هنا أحسبها ايش قد قيمتها اللي هي الـ V2. هاي الـ V2 لازم أحصل قيمتها ايش قد، عمود أضربها بالدايمتر أحصل على الفلوريد. فإذا أنا راح أجي أطبق برنولي إكويشن بين نقطة 1 وبين نقطة 2. أو هو هنا مطبقها بين نقطة واحد، هاي نقطة واحد وهاي نقطة اثنين. شوفوا هاي هسه. هو شلون حاسبها نازت وين؟ ونطبقها بين هاي وهاي. أحسن. اي بين واحد ناخذ على السقف على السيرفس، لان انا الضغط هنا انا بنقطه واحد ما عندي، راح اخذ نقطه واحد على السيرفس. فانا ايش عندي هنا بالسيرفس اذا طبقت برنولي ايكويشن؟ الضغط صفر والسرعه صفر، بس يبقى عندي شنو؟
الارتفاع. الارتفاع ايش قد؟ هو هذا الارتفاع، لان انا اخذت هذا الديتوم مالتي، راح يصير H1 زائدا Z1. Z1 هو دي يقول لي هذا الانبوب كل 100 متر ينزل متر، فاذا معناه ايش قد نزل هو منا لهنا؟ بما ان الانبوب طوله 75، اذا هو نزل 3 ارباع المتر، فاذا الفرق بين واحد يعني هاي Z1 هاي المسافه هي 3 ارباع المتر كارتفاع. زين، من اجي على الطرف الثاني، من اجي على من على الطرف الثاني، هنا الضغط شبي صفر صح؟ الضغط شبي صفر. الزت ايضا صفر، بس الفيتو موجودة. الفيتو موجودة، فش راح يصير عندي هنا؟ بما انه الفلويد دا يتحول من تانك الى داخل انبوب، فاذا انا عندي نصف في سكوير على 2 جي، زائدا بما انه انبوب باحتكاك اكو معامل احتكاك من طينيه، راح يصير 4 اف ال في سكوير على 2 جي، بما انه هو اكزت هنا هاي مال القانون مال برنولي هي في سكوير على 2 جي. فهاي زدته هي صفر، وهنا هاي اذني الشباب بما انه انا في سكوير على 2 جي، في سكوير على 2 جي، في سكوير على 2 جي، اطلعها برا عامل مشترك وابقي فقط الارقام. اذا هذا النص مال من؟ مال انترنس، وهذا مال الفريكشن، وهذا مال اكزيت اوتلت. فمن انا اقدر اطلع الفيلوسيتي ايش قد، ومن انا احصل على قيمه الفلوريت ايش قد. هنا بهاي المساله منطيني تانك. دكتور عفوا، اي دكتور ممكن تعيده السؤال هذا؟ ممكن. هنا شباب هو ملاحظة ذاكرني، قال لي عندك هذا الأنبوب كل 100 متر ينزل متر، يعني كل ما يمشي أفقيا 100 متر الطرف الثاني مالته ينزل بالمستوى الشاغول ايش قد متر. زين اذا هو الأنبوب طوله 75، اذا ايش قد راح ينزل بالطرف الثاني؟ 3 ارباع المتر، اللي هي هاي المعادلة. وياي فهمتوا هاي لو لا؟ نعم دكتور. هنا جامع الارتفاع مع Z1. اي على مود نوجد بس هذا الارتفاع Z1. هو ايش يقول؟ If the pipe is lined with a slope of 1 in 100، يعني لكل 100 ينزل واحد. لكل 100 متر ينزل واحد. الانبوب، الانبوب هو منين يبدي؟ من هنا، من هاي النقطة صح؟ فبما انه هذا الانبوب طوله منا لهنا 75، اذا النقطه 2 دا تنزل بمقدار ايش قد؟ 3 ارباع المتر عن نقطه 1 اللي هي منه دا نطلع احنا فقط Z1. واضحه هاي النقطه الاولى؟ نعم دكتور. زين انا راح اجي اطبق برنولي كويشن بين نقطه 1 على السطح وبين نقطه 2 بالاكزت هنا. من اجي على نقطة واحد ليش اخذتها على السطح؟ لان الضغط والسرعة اصفارة، بس الزت الارتفاع اللي هو H1 زائدا Z1.
ماشي. نقطة اثنين بالإكزيت عندي فقط الفيلوسيتي معلومة، الضغط والزيت صهارة، فهسه من راح نجي شنو الخسارة اللي عندي من دا انتقل من هنا الى انا اطلع من هاي الانبوب منها، ايش عندي من اجي منها راح ادخل بداخل الانبوب، اذا عندي خسارة انترنس، راح نقول اكو اتش ال اي زائد منه، هذا انبوب باحتكاك، اذا زد اتش ال اف. نوعين من الخسائر موجودة عندي اللي هي هاي Z2، هاي صفر قلنا، هاي ال HLI، وهاي الخسائر، وهاي اللي تبقى من معادلة برنولي. نعوض بالأرقام، ونحصل على قيمة الفلوسيتي والفلوريت تشقد. نشوف هذا المثال، هي كثر الأمثلة والحل المفهوم مال هاي الانترنس والإكزيت والماينر والميجر لوسز راح تترسخ أكثر. راح نشوف أبايب دايميتر 30 مليمتر from a larger reservoir tank عندنا، شقطوا لهذا الأنبوب الأول 5 متر، then it is suddenly enlarged to 60 مليمتر، صار طوله شقد 60 مليمتر، and it's run 3 متر، اذا هذا 5 متر طولها وهذا 3 متر، then discharge a free jet with a velocity of 1.5، يعني السرعه هنا اللي بدها تطلع شقد 1.5 متر، determine the required height of water surface above the point of discharge، ايش قد هاي الاتش على مود السرعه مال المي تطلع من هنا بمقدار 1.5 متر، اذا كان الكوفيشنت اوف فريكشن ايش قد 8%. انا عندي برنولي إكواشن، العفو كونتينيوتي إكواشن، إذا هنا السرعة 2.5 أقدر أطلع السرعة الأولى صح؟ V1A1 يساوي V2A2، فإذا السرعة الأولى داخل الأنبوب الضيق هذا إيش قد مقدارها؟ 6 متر. هسه من أجي أنا شباب أحسب الهيد لوس أو الخسائر إيش قد عندي؟ نجي شو نسوي؟ نطبق برنولي إكواشن بين نقطة 1 هنا ونقطة 2 هنا. هسه قولوا لي أنت نقطة 1 شنو اللي بيها؟ انلت، HL انلت. لا بس سؤال، هو الـ P1 صفر والـ V1 صفر، إذا Z1 هي H اللي احنا نحتاجها بالمعادلة صح؟ صح. انتقل للطرف الثاني، البي 2 صفر والزد 2 صفر، عندي من هو فقط الفي 2، فقط الفي 2 معلومه زائدا الخسائر، هنا انا عندي خسائر ماينر وعندي خسائر ميجر، عندي خسائر مال احتكاك وعندي خسائر مال من؟ مال الماينر. منين راح نجي بوع الشفع عليه شباب؟ هسه من انا راح اجي راح ادخل بداخل انبوب، فاذا عندي خسائر مال انترنس صح؟ ايش قد قيمتها؟ نصف في سكوير على 2 جي. زين انا بيا انبوب دا ادخل، بالانبوب الصغير لو بالانبوب الكبير؟ منا بالصغير دكتور، بالانبوب الصغير. اذا هنا ايش قد صارت؟ V1 سكوير، الدخول ده يكون بالأنبوب الصغير،
فإذا أكتب نصف في V1 سكوير على 2G. من 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 هنا لهنا أكو احتكاك لو ماكو احتكاك؟ أكو احتكاك. أي أكو. أكو. فإذا المعادلة شو تكون؟ 4F L1 يعني الأنبوب الأول في السرعة الأولى سكوير على 2G في الدايمتر الأول. وين وصلت؟ لهنا. بعدين صار عندي توسع مفاجئ. إذن أكو خسائر يعني HLC. شو تقول؟ تقول السرعة الكبيرة ناقصا السرعة الصغيرة تربيع على 2G اللي هي هاي. وين وصلت؟ لهنا. راح أمشي بداخل هذا الأنبوب. أكو خسائر مال احتكاك؟ أي أكو خسائر مال احتكاك اللي هي من هي 4F L2 V2 سكوير على 2G في D. وهاي هي ما تبقى من معادلة برنولي بالطرف الأيمن. واضحة؟ أي تمام واضحة. واضحة دكتور. فمن هنا نقدر نحسب الـ H إيش قد قيمته. نشوف هذا المثال. Two water tank are connected by a pipeline diameter 4/10 length 200 متر. If the flow rate 35% friction factor مطيكية determine the difference in H1 و H2. هسه شو نسوي؟ نطبق برنولي إيكويشن بين نقطة واحد ونقطة اثنين. هسه تقولوا لي V1 H V1 إيش قد؟ V1 و V1 إيش قد قيمتهن؟ قيمتهم صفر. صفر. إيش قد ال Z1؟ H3 صح؟ هذا العفو H1 هذا ال H1 H1. من أجي على الطرف الأيمن V2 و V2 إيش قد قيمتهن؟ إذا صفارة. إيش قد قيمة Z2؟ H2. إذا هو بالسؤال هو رايد H1 ناقصا H2 إيش قد؟ هسه بقى بنحسب من هو الخسائر. بما أنه أنا دا أجي من تانك وأفوت بأنبوب إذا عندي شنو؟ خسائر مال انترنس اللي هي نصف في سكوير على 2G. نصف في سكوير على 2G صح؟ صحيح. زين هنا داخل الانبوب ايش عندنا؟ احتكاك اللي هو 4F L في سكوير على 2G. وبعدين أنا دا أطلع من أنبوب وأدخل وين؟ يعني أوتلت من أنبوب إلى تانك. يعني أنا معناه عندي خسائر بيش مال أوتلت اللي هي شقد؟ V سكوير على 2G. فإذا الـ H1 ناقصا H2 شو يساوي لي؟ نصف V سكوير على 2G زائدا 4F L V سكوير على 2G في الدي زائدا V سكوير على 2G. زين هاي ال V هي سرعة الفلويد وين؟ بداخل هذا الأنبوب صح؟ صح ولا لا؟ صح. اي صحيح. زين هاي ال V شلون اطلعها؟ عندي الفلوريت منطينية من اقسم على الكروس سكشن اريا مال هذا الأنبوب راح احصل على قيمة شنو؟ ال V. وبالتالي اقدر احسب ال H1 ناقص H2 ايش قد؟ هذا الانترنس وهذا الاحتكاك وهذا الاكزت او الاوتلت.
شوي شباب الحل بالأمثلة مو مثل ما داحكي ترى أنا. أنتوا اسمعوا الطريقة مالتي اللي داحكي بيها أنا شلون دنحل على مود منتجون تطبقون ما تخطئون. يعني شوفوا هذا المثال راح أطبق برنولي إكويشن بين واحد وهنا نقطة اثنين. هاي نقطة اثنين. هنا P1 V1 صفارة Z1 ايش قد قيمته؟ H. من اجي على نقطة اثنين P1 صفر Z1 Z2 العفو B2 صفر Z2 صفر ال V2 اكو لها قيمة صح؟ هنا منطيك هو الفلوريت ومنطيك الدايميتر يعني ال V2 موجودة بهالطرف الثاني تقدر تطلعها زائدا الخسائر ال H losses ايش عندي خسائر هنا؟ عندي خسائر من ندخل هاي مال انترنس وخسائر من نمشي بداخل الانبوب صح؟ واكو عندك خسائر مال هذا الفالف فهو بالسؤال يريد هذا الكي مال الفالف ايش قد؟ الكي اف ايش قد مال الفالف؟ هاي الخسائر مالته هاي مسألة أخرى إذا راح تطبق أنت بين واحد وبين اثنين إذا اعتبرت الزد هي الرفرنس فإذا راح يصير عندك H بالطرف الأيسر بالطرف الأيمن الـ P والـ V والـ Z كلهم صفارة بس عندك احتكاك وين الخسائر؟ عندك خسائر مال انترنس بعدين سدن كونتراكشن هنا وخسائر مال احتكاك هنا وخسائر مال احتكاك هنا بعدين عندك سدن اكسبانشن هنا بعدين عندك خسائر مال احتكاك هنا وبعدين عندك خسائر مال اوتلت كم وحده صارت؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه فإذا بهاي المسألة عندي سبع خسائر ثلاثة من عدهن ثلاثة من عدهن هنا وهنا وهنا هاي خسائر مال احتكاك هنا عندي خسائر مال دخول خسائر مال تضيق مفاجئ هنا خسائر مال توسع مفاجئ هنا وخسائر مال اكزت هنا وياه فراح تشوفون هنا حاسب لكم اياهن وحده وحده هنا ايش عندي؟ عندي خسائر مال دخول خسائر مال احتكاك وخسائر مال اكزت اذا طبق بيناتهم قانون البرنولي كان اللي هنا يكون ان شاء الله خلصنا المحاضرة مال اليوم